يا صديقي، نلون 6 بالونات من هذا المهرج. 1 2 3 4 5 6. إذن لونت أنا 6 بالونات من المهرج، وسأكتب أيضا العدد 6. هذه نقطة البداية. انظر جيدا إلى طريقة الكتابة. اسمه 6. مرة أخرى. نعم، هذا هو العدد 6. لا يا معلمتي، هذا ليس العدد 6. أحسنتم، هذا خطأ. طريقة كتابة صحيحة. هنا العدد 6، وهنا أيضا العدد 6، وهنا أيضا العدد 6. وهذا هو صديقنا اليوم.